ميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجوهري. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا، ونسأله سبحانه أن يظلنا بظل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. سبحانه أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا، فأحيا به الأرض الميتة وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا، وصلاة وسلاما على نبيه ورسوله بعثه ربنا تبارك وتعالى داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى من فاز بنسبه وصحبه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزفيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، نحيا في لقاء الفجر، لقاء الهدى والنور، لقاء التجليات والنفحات الربانية، حيث يتنزل ربنا في هذه الأوقات الطيبة قائلا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نسألك في هذه الأوقات الطيبة أن تتوب علينا لنتوب، وأن تفرج عنا الهم والغم والكروب. وتليمان والإسلام، وما أجمل أن نحيا في رحاب القرآن، فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك؟ فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك؟ يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. فضيلة الشيخ محمود علي حسن يستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النساء بدءا من الآية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أ
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويكفوا أيديهم
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يا رب يا رب.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم. يا أيها الظمآن دونك من بعك، رتل وروي القلب عطر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. هذا كتاب الله حصنك فالتمس فيه الأمانة إذا بدا ما روعك. نور شفاء رحمة وسكينة فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. رتل ولا تبخل عليك بدمعة نجواك تبلغ حين تجري أدمعك. إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها فافزع إليه ليمنعك. وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى فأمسك سناه ليرفعك. وإذا ذرتك عواصف من غفلة فافتح له بابا إليك ليجمعك. رتل ورتل كل حرف نغمة ما أروع النغم الندي وأروعك. هذا كتاب الله نبع هداية يا أيها الظمآن دونك من بعك. هذا كتاب الله نور ساطع أنى تضيع ونور منهجه معك.